لأنه تنظيم سري على مدار 200 سنة أي عسكري أو مدني عرف جزءاً صغيراً من سر هذا التنظيم العسكري الذي يحكم مصر قتلوه وذبحوه فورا. ما هي معارك الجيش المصري اليومان؟ مفيش. صابر مشهور وأسرار تذاع لأول مرة عن عسكر مصر. أواصل مساعدتي ونصائحي لضباط جهاز المخابرات في مصر حتى يتمكنون من القبض على المسلحين وقياداتهم. وهذه الحلقة أقدم لهم بعض النصائح للقبض على المقدم هشام العشماوي قائد كتائب المرابطين والذي أعلن عن نفسه في شريط فيديو على اليوتيوب أخيرا. أول تسجيل صوتي لضابط الصعقة المفصول هشام علي العشماوي المسؤول العول عن عملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات. الرجل ده كان ضابط في الصاعقة المصرية لحد 2008. هشام عشماوي هو اللي عمل مجموعة التفجيرات قدام وزارة الخارجية وهو اللي عمل طارق المرجاوي وهو اللي عمل حادث الفرافرة لان كان شغله اصلا في وحدة الفرافرة وكان عارف مخازن السلاح. ده بقى امير جماعة المرابطون واسمه دلوقتي أبي عمر المهاجر. هو بيقود كتائب عسكرية وسمها المرابطين كما كان الأندلس. يعني كان هناك المرابطين في المغرب العربي وخرج منهم يوسف بن تشافين بقيادة جيش المرابطين وأنقذ الأندلس من السقوط. كان النصارى على وشك أن يذبحوا مسلمو الأندلس ويبادون، فدخل قائد جيش المرابطين يوسف بن تشافين أنذاك من المغرب إلى الأندلس وأنقذ الأندلس من السقوط. أخر سقوط الأندلس 200 عام كاملة. فمن الواضح أن هذا المقدم يعني بيستحضر ذات التجربة في تجربته. أنا دور هنا هو أن أساعد المخابرات في كيف أن تلقي القبض عليه. واحد يقول لي طب أنت بتعمل كده ليه؟ أقول له بصراحة أنا بعد ما عملت الفيديو الأول عن كيفية الوصول إلى من قتلوا النائب عام العسكر هشام بركات، وبالفعل هذه النصائح أثمرت وهوضحها في نهاية الحلقة، المخابرات لقيتها بتبعت لي وانا مش عارف، تبعت لي 1400 جنيه شهريا بدل تدريب من نقابه الصحفيين. تصور ان مثلا صابر مشهور الهارب المتهم الهارب ده بياخد بدل التكنولوجيا من نقابه الصحفيين لغايه دلوقتي 1400 جنيه. صابر 1400 جنيه بياخد لغايه دلوقتي. تصور هنا بقى بالنسبه لي المقدم هشام عشماوي كيف يمكن للمخابرات ان تلقي القبض عليه؟ المسألة يسيرة جدا، وهو قدم أسهل دليل للقبض عليه. المخابرات بتضرب عليه بقالها 3 سنين، خلاص بسيط تجيبوه الشهر ده، هو مش قصة. هو طلع شريط صوتي، هذا الشريط الصوتي يحتوي على بصمة صوت، فيمكنكم يا ضباط المخابرات أن تلقوا القبض عليه من خلال بصمة صوت. إزاي يا عم؟ هو معاه تليفون طبيعي أو بيعمل مكالمة من أي تليفون، فمجرد انه يعمل مكالمه من التليفون، مكالمه من نت، مكالمه من اي حاجه، مجرد ما صوته يطلع في اي وسيله تكنولوجيه اوتوماتيك، انتوا عندكم اجهزه المراقبه بتاعكم مزوده ببصمه صوتيه لكل واحد بيتكلم، هيقوم طالع لكم فورا ان ده انت مزود الجهاز ببصمه هشام عشماوي في شريط الفيديو اللي هو طلعه على اليوتيوب. فانت بقى لا تقوم مزود البصمه بتاعته دي عندك في جهاز التجسس، اول ما يتكلم في اي جهاز او اي نت او اي تليفون او اي كذا هيقوم اوتوماتيك يقول لك الحق ده بيتكلم في المكان الفلاني. واحد ممكن يقول لي هل الكلام ده ممكن وبتاع وكلام من ده طبعا ده شركه يوتيوب اللي انا هو شغال عليها اهوت بتجيب لي بقى، شوفي عندها مليارات المقاطع وكل دقيقه بيقولوا بيحمل 100 ساعه فيديو على اليوتيوب مش صوت، فيديو يعني. وهذه شركه بامكانياتها منفرده، وفجأة مثلا تيجي تقول لك ده انت واخد المقطع ده من القناة الفلانية من الثانية كذا للثانية كذا وتروح تجيب لي الفيديو اللي انا واخد منه بالظبط. يعني هي عندها بس موسيقى مزيكا آية قرآنية صوت فلان مقابلة تلفزيون بتطلعها بالملي، وده في ثواني من خلال مقارنة. يعني اول ما انا انزل فيديو تقوم عاملة له مقارنة شاملة بكل مليارات الفيديوهات اللي موجودة، دي شركة مفردة من خلال بصمة الصوت. فبالك بقى بالمخابرات الامريكيه نفسها اللي امكانيات حكومه مش امكانيات شركه، وطبعا المخابرات الامريكيه بتدير المخابرات العسكر في مصر، فبالتالي من خلال من خلال بصمه الصوت يمكنكم ان تصلوا اليه فورا وبقت المساله يسير. وحتى لا يشكك احد فيما اقوله،
ده حدث تاريخيا فعلا ان هم القوا القبض على القائد العسكري للجماعه الاسلاميه اسمه طلعت ياسين همام، ده قتلوه في التسعينات، القوا القبض عليه وقتلوه وهم لا يعرفون من هو وبدون مرشد واحد وبدون معلومه من احد، وقتلوه عمده كله استنادا الى اشاره من جهاز فاكس كان في بيته. الذي حدث كما تقول زوجته هو انه طلعت ياسين ده المخابرات وامن الدوله ظلوا يبحثون عنه لسنوات 13 سنه يبحثون عنه لم يتوصلوا له، لدرجه ان هو مره قبضوا على طلعت، طبعا ده كان بيبعت تكليفاته لاعضاء الجماعه من خلال من خلال وسطاء، ففي ذات مره القوا القبض على الوسيط الذي يتواصل مع طلعت اللي بينقل التكليفات، فقال لك ده الخيط اللي هيوصلنا لمين؟ لطلعت ياسين اللي هو قائد العسكر للجماعه الاسلاميه. فاخذوا يعذبونه ويضربونه، يا ابني ساكن فين واضرب بتاع، قال لهم ما اعرفش، وفعلا ما كانش يعرف، يا طلعت ياسين لم يطلعوا حتى هو مكان سكنوا فيه. فتحت التعذيب قال لهم شوف في حاجه، انا متواعد مع طلعت ان قابله في حديقه في الاسماعيليه يوم كذا الساعه كذا، يعني طلعت ما كانش يقابله في سكنه، كان بيقابله فين؟ في الشارع او في مكان ما، بحيث لما يتقبض عليه، شوف كان دماغه شغال قوي، بحيث لما يتقبض عليه ما يعرفش يرشد على الشقه اللي هو فيها ولا هو اللي ساكن فيها. فقالوا خلاص تعالى، وخدوه وقعدوه في الحديقه في الساعه المحدده. وطبعا المباحث انتشرت في المكان، بحيث طلعت تيجي قبله، فعلا طلعت جه وهيقابله. فطلعت جاي بعجل، كان جاي بعجل. فاللي هو مقبوض عليه ده رمش لطلعت نظره، يعني عمل له بعينه كده يعني فطلعت خاشيه وارتاب في الامر، فمشي. فلم يتم القبض عليه، فهم طبعا قلنا ما وصلوش لحاجه. المهم طلعت خد شقه ورا المخابرات العامه في حدائق القبه. وطبعا زي ما حدش يعرف هو ساكن فين حتى بالجماعه الاسلاميه كما قلنا. ولكن كان في بيته جهاز فاكس، ودي الروايه اللي بتقولها زوجته. وكانت معاه ولحظه قتل. فهم لقطوا، كان بيجي له فاكسات، فلقطوا اشارات هذا الفاكس. أو ارتبوا فيه. فراقبوه، فهي بتقول بقى إنه طلعت نفسها كان بيقول لها الفاكس ده بيحصل منه حاجات غريبة، واضح إنه اتراقب. فطبعا ما لحقش يهرب من المكان. وبتقول إنه بعد كده لقينا اتصال هاتفي على الشقة. بيشوفوا الشقة فاضية ولا ساكنها حد، فلما هي ردت عليهم يتأكدوا إن الشقة فيها فيها حد. فقاموا جايين بالليل فجروا الباب بقنبلة، هوب تقول لك لقيناهم فوق فوق السرير بتاعنا. ومسكوا طلعت وقاموا قالوا انت مين؟ فما ردش. قاموا رازعينه في الارض، انت مين؟ ما ردش. قول لنا انت مين؟ يعني شوفوا مش عارفين هم مين، هم قال لك ده شخص مهم. ضربوه بالبندقيه على دماغه، المهم سقط في الارض ولم ينطق، واخذ زوجته بعيدا. وبتقول بعد كده عرفنا ان هم ضربوه 9 رصاصات فيهم رصاصه في عينه. هي بتقول ان هو لم يعني هي توقعها انه لم يتحدث نهائيا، لانه كان بيقول ان هو ميت، هم طبعا سقطونه في السجن او سقطونه في اي شكل او كذا، المهم هم قتلوه ولم يعرفوا من هو. لان هي بتقول انه بعد كده بقى هم طالعين السلام الضباط يقولوا ده احنا اللي مات ده مبروك الذي قتلناه طلعت ياسين. وعرفوا منين بقى ان هو طلعت ياسين؟ بيفتشوا في بيته فوجدوا الكراريس بتاع عياله اطفاله في المدرسه، فتاكدوا من ان هو اكتشفوا ان هو طلعت ياسين بعد ما قتلوه، ده بدون معلومات، ده من خلال جهاز الفاكس. فبالتالي هنا البصمه الصوتيه او اي جهاز هيوصلكم المساله سهله، ما تقدروش بقى تضحي التلفزيون وهو فين وهو مش ما هي الراجل بيقدم لكم ادله ادانته بنفسه. اما بالنسبه لقتله النائب العام، فانا في الحلقه الماضيه قلت انه من خلال برج المحمول الواد اللي نفذ العمليه وحط شريحه محمول وفجر عن بعد ده هيجيب لنا الخط ده، البرج المحمول يا جماعه من الخط اللي ضرب في اللحظه دي على في المكان ده، والشريحه دي اختفت ولا بتستخدم مره اخرى، وهنجيب تاريخها وهنعرف مين. وبالفعل حدث هذا، وجدت احدى صحف العسكر نشرت ان هم توصلوا انه العيال المنفذين انطلقوا من شقه في مدينه نصر، ما وصلوش لعنوان الشقه او رقمها، انما من شقه في مدينه نصر، بمعنى ان هم لما لقوا هم ايضا التفجير تم عن بعد بشريحه محمول، فمعناه ان هم مشوا ورا الشريحه دي، وهي كانت قبل كده بتتصل فين؟ جابوا تاريخها وطريقه اتصالاتها وجدوها من برج في مدينه نصر. طبعا فاضل بقى ان هم يضيقوا الخناق ويصلوا الى مكان الشقه.
وطبعا هم اصدروا قرارا ايه بحظر النشر في الايه في القضيه. وانتظرونا في مرات اخرى باذن الله، اي حاجه ممكن تساعد جهاز المخابرات انا على طول متطوع، بس بقول لهم زودوا ال 1400 جنيه شويه، الحياه صعبه قوي. اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديده.